سؤال آخر أيضا له صلة بسابقه أو قريبا منه، شاع في طب الأسنان تركيب جسر لتقويم إعوجاج الأسنان والتخفيف من بروزها، فهل يجوز فضيلة الشيخ أن أعدل أسناني بحال من الأحوال سواء أكان البروز كثيرا أم عادي؟ وكذلك أسأل عن حكم إزالة الشمات من الوجه. الأسنان التي فيها تشويه أو فيها آلام تحتاج إلى علاج وإلى ربط أو تلبيسة من الذهب، لا بأس بذلك للحاجة، لا بأس بذلك للحاجة ولإزالة التشويه وإزالة الضرر، لأن هذا يكون من باب العلاج المباح. أما إذا كانت الأسنان عادية وليس فيها تشويه وليس فيها أي خلل، فإنه لا يجوز العبث بها وبقصد أو بظن أن هذا من الزينة. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات من النساء، وهن اللاتي يبردن الأسنان من غير حاجة إلى ذلك وإنما بقصد الزينة، وهذا يكون من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الذي لا حاجة إليه، بل هو من الترف ومن تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما ذكرت من علاج الشامات التي تكون في الوجه إذا كانت مشوهة وهناك علاج طبي يزيلها، لا حرج في ذلك، أن هذا من إزالة التشويه. نعم.